السبب الرئيسي بهاي المشكلة وتطورت تسرع وسوتها مشكلة عشائرية. بالمقابل جت قوة أمنية داهمت المكان وأدى إلى استشهاد رائد ميستر. وصح ميستر. رائد خالص طالب أحد أبطال شرطة محافظة ديالة وصح ميستر. استشهد ميستر. أكثر من 11 إطلاقة تضربته وصح ميستر. أنت تحدثت وصح على الحكي ولا صحيح؟ شنو السبب هاي اللي أدت هاي الأمور وتفاصيلها كلها شنو سببها؟ صار أسباب عديدة. أولاً تسرع. اثنين قلت لك هم عشيرة كاملة وان واحدي. ثلاثة السمع قليل وما عنده علم بالقوات اللي تجي ولا بنيتي أنا أرمي على قوة أمنية. ما أرمي على قوة أمنية، أنا مو مجرم ولا قاتل أبد أبد، ما لي أي نية أرمي على قوات أمنية، يعني بشر بري ما له علاقة. بس أنا حاولت أرد أخلص نفسي ما عرفت شلون.